عملة ميم جديدة بتدخل سوق العملات المشفرة ومتوقع ترتفع بأكثر من 100 ضعف. شو هي هالعملة وهل داعم فعلا لإيلون ماسك ولا لا؟ راح أتكلم عن مشروع أقوى عملة بالوقت الحالي اللي هي من عملات الميم. قبل ما نبلش فيديو أصدقائي، بتمنى تضغط زر اللايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم عملات رقمية. ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، والرابط موجود أسفل الفيديو والرابط موجود في بنات القناة. خليكم معنا هذا الفيديو تعرفوا اخر اخبار سوق الكريبتو. خلوني اولا اتكلم عن تحليل البيتكوين بشكل سريع جدا. اول اصدقائي، بعد ارتداد بالامس من مناطق ال 26,000 دولار، اللي تكلمت في مناطق ال 27,000 دولار عن احتمالية انخفاض بعد كسرنا للتريند الصاعد بهاي المناطق، اي اقفال اسفل مناطق ال 27,000 دولار راح نتوجه لمناطق ال 26,000 دولار، وهذا اللي صار فعلا. توجهنا لمناطق 26,000 دولار وحاليا بمنطقة ارتداد، حيث وصلنا لمنطقة 26,170. حاليا هدف عاد بيتكوين هو إعادة اختبار مناطق 26,500 إلى مناطق 27,000 دولار، ويجب علينا اختراق أهم مقاومة هي منطقة 26,700. حاليا أصدقائي، في كتير أخبار عن إدراج عملة ميم جديدة لسوق العملات المشفرة، وطبعا داخل منصة باينانس كهدف أول. هاي العملة اسمها وول ستريت ميم. هاي العملة طبعا ذات مجتمع كبير جدا جدا، واللي بتداول بهاي العملة هم من خبراء الاقتصاد وهم من حيتان المال، لهيك هاي العملة مشهورة ومجتمع كبير جدا جدا. أهم داعم لهاي العملة واللي عم يتفاعل معها بشكل كبير هو شخصية مؤثرة في سوق العملات المشفرة، إيلون ماسك. حاليا إيلون ماسك بيتفاعل بشكل كبير جدا مع عملة وول ستريت ميم، حيث طبعا شفنا كثير من التغريدات وكثير من التحركات لإيلون ماسك على عملة وول ستريت ميم. طبعا باقي أقل من 24 ساعة لإدراج العملة على منصة باينانس. في كثير من الاحتمالات وكثير من الأخبار خاصة من موقع فريق العملة عم بيتكلم عن إدراج العملة داخل منصة باينانس، وهذا الشيء أصدقائي اللي ممكن يسبب انفجار كبير لعملة وول ستريت ميم. آخر مرة أصدقائي تم إدراج عملة ميم هي كانت عملة البيبي. عملة البيبي اللي عملت ارتفاعات بشكل كبير جدا جدا، خاصة بعد إدراجها على منصة باينانس ارتفعت العملة بأكثر من 10x، يعني تقريبا 1000% ارتفعت بعد إضافتها على منصة باينانس. وهذا الشيء اللي عم نتوقعه بعد إدراج عملة وول ستريت على منصة باينانس، اللي راح يتم إدراجها خلال 24 ساعة القادمة، اللي راح يتم إدراجها تقريبا من المتوقع يوم غد. أصدقائي، كمان في عندي منصتين من المنصات التوب 10 راح يتم إدراج عملة وول ستريت ميم عليها خلال الأيام القادمة. حاليا الشراء أو حاليا الشراء المسبق أو بما يعرف بالبريسيل كان أحد أكبر البيع المسبق لهاي العملة، يعني أكبر عملة ميم تم بيع مسبق. شهدت عملة وول ستريت ميم واحدة من أضخم عروض البيع المسبق لعام 2023، يعني كان أكبر وأضخم عرض مسبق كان لعملة الوول ستريت ميم. حاليا أصدقائي، هذا الفوليوم العالي تحتاجه كل المنصات لحتى تزيد نسبة أرباحها في عام 2023. طبعا قضية منصة باينانس ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات راح تحتاج ارتفاع بنسبة الفوليوم حتى تتأكد قوتها، وتصير سيناريو الإفلاس سيناريو بعيد ومستبعد بشكل كبير جدا. لهيك منصة باينانس عم تشوف العملات اللي عليها أكبر عدد فوليوم عم يتم إضافتها داخل منصة باينانس، لهيك من المتوقع إدراج عملة الوول ستريت ميم. حسب صحيفة انفستنج أصدقائي، عم بتقول إنه ممكن توليد أرباح كبيرة تصل إلى ملايين دولارات من استثمارات لا تتعدى مئات الدولارات. هذا الشيء أنا بستبعده بالوقت الحالي، وخاصة عند إدراج على منصة باينانس ممكن نشوف انخفاض بالعملة بسبب تفريغ الحيتان اللي اشتروا من البيع المسبق، اللي ممكن يحصلوا أرباح توصل ل 100x أو 1000x. مجرد ما يتم اطلاعها على منصة باينانس راح يقوموا بالتفريغ على المستثمرين اللي راح يشتروا من منصة باينانس. أصدقائي، نكون وصلنا لهذا الفيديو، أتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس وتضغط اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. بدعوك تنضم لمنصة أكسس تداول الذهب والعملات المشفرة، كله داخل منصة واحدة. حاليا اليوم بعد انخفاض الذهب الأخير دخلت بصفقة لونج، وهدفي على الذهب بالوقت الحالي هو منطقة ال 1930 إلى ال 1926. كل عليك عن طريق الرابط الموجود أسفل الفيديو تعمل حساب وتنضم لقناتنا على التليجرام لتاخذ التوصيات بشكل مجاني. مع السلامة، ودمتم بخير.